السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. إيه شيخنا، مثلا الحين عندنا قاعدة بالإسلام لا يقع الحكم بدون جرم، فالطفل اللي قتله الخضر عليه السلام يعني هاي بدون أي جريمة، فهي ما تحتسب ذنب أو معصية. صحيح إنه يمكن أكو مشكلة راح تصير مع أهله، بس ماكو، هو مو مسوي شيء، بريء، فهاي مو ذنب أو جريمة بحق الطفل اللي اقتله الخضر عليه السلام. الجواب هو أنه الآجال لها أسباب، فيمكن أن نقول هكذا، أنه الله عز وجل جعل سبب أجل هذا الغلام هو أن يقتله الخضر عليه السلام، وإذا لم يفعل اختل النظام، ولا ينسب في ذلك أي جرم أو ظلم على الغلام أو على غيره، لأن هذا أجله، أجله توقف عند هذه المرحلة. عينا مثل ما نقول الآن أنه فلان طفل رضيع صغير جاء عزرائيل عليه السلام وقبض روحه، فهل ننسب في ذلك ظلما إلى الله تبارك وتعالى؟ لا شك أنه لا. بماذا نفسر إذن ما قام به عزرائيل؟ هل كان فيه ظلم عقاب لذلك الطفل؟ لا أبدا، وإنما هذا أجله، فعلى عزرائيل أن يكون سببا في إماتته، على فلان وفلان أن يكونا سببا في إماتته من دون أن يشعروا، يعني خطأ بأن يدهسوه بالسيارة، هذا أجل الله عز وجل له. كذلك بالنسبة إلى الخضر عليه السلام، إنما قام بالدور أو بالوظيفة التي قام بها عزرائيل أو قام بها أناس آخرون من دون أن يشعروا، من دون أن يقصدوا، غاية ما هنالك، لأنه كان يعلم والأمر دي يعني هو ينفذ أمر الله تبارك وتعالى، فإذا لا إشكال يكون ها هنا. يعني بعبارة مختصرة، يكون الخضر عليه السلام سببا لانتهاء أجل ذلك الغلام، لا أكثر ولا أقل، وإلا هو ليس من جنس العقاب ولا فيه ظلم أو قبح ينسب إلى الله تبارك.